طب انا اسالك سؤال تاني بما ان انت دي. انت تفضل النظام ده يكمل وتتحل مشاكله دي ولا نرجع للقديم؟ لا القديم طبعا. وانت النظام ده ولا القديم؟ لا القديم احسن. يا ده ما نقارنش بالقديم طبعا. القديم احنا بنحب هم الاول المنصه ما فتحتش بعد كده قاعدين بعد ما عدى قد ايه من الوقت؟ بعد ما عدى ساعه وساعه ساعه واحنا خلصنا الامتحان الورق وعايزين امتحان الكتروني ونلغي الامتحان الورق فما ينفعش فنعمل ايه فضلنا قاعدين وما خلناش نلغي كل يوم نعمل كده.